مستمرة معكم مشاهدي اون تايم مع المواد، برحب فيكم من وين ما كنتم عم تابعونا. بفقرتنا اليوم رح نحكي عن مشاريع بتحافظ على البيئة، مشاريع مميزة مؤسستها ورئيستها امرأة. رحبوا معي اليوم بلبنى عجرم، مؤسسة ورئيسة مشروع لو مشرومز. رحب فيكي معنا لبنى، اهلا وسهلا فيكي باون تايم. بالبداية قبل ما نفوت ونتعرف أكثر على مشروعك شو هو، بهمنا هيك نعرف المشاهدين أكثر عنك، خبرينا عنك عن your background. لبنى عجرم، أنا بشتغل بمجال المجتمع المدني من حوالي سنة 2012 تقريبا. نعم. بنشتغل مع النساء، مع الأولاد، مع الشباب، بنشتغل تنمية، بنشتغل تعليم، بنشتغل على كذا صعيد بمنطقة بقى غرب رشيا وأكيد بمنطقة بيروت كمان. نعم. لو مشرومز، أنا مثل ما عرفت بالبداية هو مشروع أكيد بحافظ على البيئة. صح. يعني بيشتغل للمحافظة على البيئة، خبرينا أكثر عن هذا المشروع اللي اسمه أكيد لافت. لو مشروم هو لو من اسمي لبنى. بلشت لو مشروم من حوالي 3 أشهر تقريبا. لو مشروم بلشت فكرته من كثرة كمية الكافي ويس اللي عم تنكب وما عم بيكون عم بيستثمر فيها. ونحن على طول بنضلنا نفكر بأفكار جديدة، أفكار غريبة نكون عم نطبقها وأكيد بتكون بتطبق. فكريادة أعمال نحن ما بنشوفها كزبالة، نحن بنشوفها كمواد أولية، نحن لازم نكون عم نستثمر فيها ونعطي فرصة للبيئة أكثر نكون عم نحافظ عليها بطريقة ما. فكرة لو مشرومز كانت إنه نحن نكون عم نجمع طفل القهوة، لأنه أصغر كافي شوب من خلال الدراسية اللي نحن عملناها بيطلع حوالي 100 كيلو بالشهر، فهذا أصغر واحد، فتخيلي قديش عم يطلع كميات وما عم يستثمر فيها للأسف، كله عم تروح على الكب. فإجا لو مشروم رح تكون عم بحل هذه المشكلة، عم بيسد هذه الثغرة. فرحنا رح نكون عم نجمع كل شيء كوفي ويست من المحلات، عم ناخذهم لعنا، نعملهم تعقيم، وبس يتعقموا بصيروا ينزرع فيهم الأويستر مشروم اللي هو فطر المحار، يلي هو يعتبر كثير سعره غالي، كثير قليل لحتى نلاقيها بلبنان، كمان بالإضافة لأنه المزارع بلبنان أصلاً قليل بتزرع المحار. نعم، يعني لبنى خبرتينا شوي عن الباك جراوند اللي هو بتشتغلي مع اورجنايزيشنز، وشو اللي حببك، كيف هيك شو التريجر اللي خليتك تفوتي بمجال المشاريع اللي خاصه بالبيئه؟ هذا صراحه مش اول مشروع على الي بمجال البيئه، كنت قبل نبلش بمشروع ثاني بس انه شوي هلا مجمدين النشاط فيها. هذا المشروع اجى لانه كان على طول براسي الفكره، وعلى طول براسي فكره انه ليه بده يكون هذا المنتج اصلا كثير هالقد سعره غالي ومش موجود بالاسواق الا باسواق معينه، يعني فئه معينه بس قادره تشتري هذا المنتج، ليه ما بده يكون متاح لكل العالم؟ بلس انه احنا عم نكون عم نستعمل الزباله عم نطلع فيها هاي كواليتي برودكت، فانه ليه احنا ما بنكون عم نعمل هذا الشيء؟ نعم. اليوم وشو هي واقع هالمشاريع بلبنان؟ عم نشوف مشاريع ريسنتلي عم تربح كمان حتى ستارت ابس، شو بتوصفي واقع المشاريع اللي بتحافظ على البيئه اليوم بلبنان؟ هلا كثير عم بيكون في هذا التوجه، ان كان من انترناشونال ان جي اوز حتى جمعيات محليه، بلديات، كلها عم تدعم هيك نوع من المشاريع، لانه في كثير فرص عم تكون عم تنخلق للشباب، ان كان شغل، ان كان عم اعاده استثمار بالمواد المحليه. يعني من 2019 لهلا كثير عم نسمع بالمبادرات وريادة الأعمال والمشاريع ريادة الأعمال، وكثير عم يندعموا لأنه عم بيكونوا عليهم أثر، إن كان على صعيد النساء، إن كان على صعيد الشباب، إن كان على صعيد التنمية. نعم، هون خبرتينا إنك عملت بروتوتايب. صح. وخبرينا اليوم شو عم نشوف بهالصور. هون الصور إحنا عم نشوف الدمو داي اللي صار مع جامعة أوزاك. نعم. يعني نحن بلشنا معهم، قطعنا حوالي شهرين من التدريبات المتواصلة لحتى وصلنا للبروتوتايب بالنهاية، وطلع معنا برودكت كتير حلو. نعم. وكتير لفتنا الأنظار فيها. رجعت كفيت مع ديان فونديشن، قدمت على الأوبرتيونيتي اللي كانت الابليكيشن، ومن بين 50 وصلنا 3 للفاينل. كمان ديان فونديشن عملوا لنا اكسبوجر كتير قوي، كتير أشخاص وصلتنا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال البوست اللي عملوا لنا اياها والشغل اللي اشتغلناه معهم، واكيد نحن مكملين معهم لديان فونديشن، عندنا بعد معهم شغل ما وقفنا عند هون، بلس كمان مع اوزاك كمان مكمله انا معهم بالاشياء، على طول عم نقدم على اشياء. نعم. لانه حيالله فرصه عم تكون موجوده عم نقدمها، لانه
كثير مأمنين فيها لهيدي الفكرة، وهون نحن عم نعمل العرض تبع الفيتشينج. شو الأصداء؟ خبرينا، يعني جلتي مثل ما كنت عم تحكي لبنى على كذا محل، صح. خبرتي عن فكرتك عن لو مشروم، بس خبرينا كيف كانت الأصداء؟ فهموها من أول مرة، حسوها فكرة شوي غريبة، خبرينا. شوي كثير غريبة كانت الفكرة، وفي أشخاص مش دغري وصلت الفكرة عليهم، لأنه كيف بالقهوة ولي القهوة وشو بتحطوا بعد مع القهوة وشو هو البذرة اللي بتزرعه، شو الريليشن بين القهوة والمشروم؟ إيه إنه ليه اخترتوا هذا الشيء؟ هلا قوي أحسن ميديوم لحتى ينمى فيها الأويستر مشروم، هي تفل القهوة. إحنا كمان منا بحاجة نضيف ولا أي إنجريدينت تاني عليها، لأن هي مليانة كتير بالغذاء تبع اللي بده إياها الأويستر لحتى ينمى. كمان كتير انسألنا إنه منين إجت على راسكم هاي الفكرة، ومنين جبتوا ولا هاي الفكرة؟ كل هذه الأسئلة كانت تسأل لنا. وبس تكوني عم تبين المشكلة كيف، تعني ريفلكشن على الحل، فهم بيبين مدى الحجم المشكل او الاذى اللي عم بسببه كب تفل القهوه، ان كان باللاندفيلز، ان كان بالسوائل المي، ان كان على جنب الطرقات. للاسف على الطريق الاسبريسو بيكبون على جنب الطرقات، فالمشكله هون بعد مدوبه لي اكثر، خاصه قاعدين على صيفيه، فللبرغش للدبان للروايح هذا افضل سورس بيكون، افضل بيئه لتنمى فيها. هذه الحلول اللي عم بتقدميها للبيئه 100% فيما يخص مشروعك. خلينا نحكي شوي عن ديان فاونديشن، كنتوا عم تحتفلوا بيوم المرأة العالمي ب8 أدار، ومثل ما خبرتينا تأهلت من بين 50 امرأة مشروع عم بيساعد للحفاظ على البيئة، وصلت للتوب 3. خبرينا عن هذا الإيفنت أكثر، نحن بنوجه لهم تحية أكيد لفاونديشن ديان على رأسها مدام ديانا فاضل، كمان هالمؤسسة المهمة واللي عندها أكيد هدف سامي. بلشت معنا بديان فاونديشن، قدمت اول شيء الابلكيشن، قدم حوالي 50 بارتيسيبنت قدموا، عملنا اول اونلاين بيتشينج كنا 10، من الاونلاين بيتشينج اختاروا 8، وب8 اذار مثل ما حضرتك قلتي كان في الاحتفال تبع يوم المراه، وهنيك صار في اعلان للاشخاص اللي وصلوا للفاينل، احنا كنا 3، وكل حدا عنده his identity، يعني her identity بمشروع، لأنه كل حدا مشروعه عم بيدعم البيئة بمكان ما، وعنده كتير impact قوي على بكذا مطرح، يعني مش بس على البيئة، إن كان على تمكين الشباب، إن كان على خلق فرص عمل، إن كان للمرأة، إن كان على حياة لصعيد تاني. صح، حتى تعرفتوا، عملتوا networking، صح 100%، صرتوا عم تشتغلوا كمان هيك عن قرب أكتر، صرنا حتى عم نشتغل مع بعضنا. مزبوط. نحن يعني حيلا أنا بدي عوز مثلا محل، يمكن بكرة اتعاون أنا وجيسيكا بنعمل ديسبلاي بالمحل اللي هي عم تطبخ فيه، يعني كذا حدا، بلس كمان الصحافي كمان ضوى علينا كتير هونيك كمان، يعني قطعنا على كذا انترفيو، كذا حدا اخذ الكونتاكت تبعنا من خلال هذا الايفنت اللي صار، لكن كتير التجربه كانت كتير عن جد حلوه، عطيتكم اكسبوجر اكيد، وتم تكريمكم بهذا النهار تحديدا. اليوم شو مشروعك المستقبلي فيما يخص لو مشرومز؟ يعني لوين بدك تاخذي لو مشرومز؟ البلانز كتار، وما راح نكون عم نوقف عند ولا اي شيء راح نعمله، حتى لو ما توفقنا ووصلنا لاي شيء راح نكون عم نكمل، لانه مثل ما قلت لك كثير عندنا ايمان بهذه الفكره، وحابين كثير نكون عم نعطي تشانس لاشياء كانت العالم بتقولها زباله، نحن نكون عم نحولها لاشياء ثانيه، لمواد نستثمر فيها. في عندنا كذا بلان، احنا رح نكون عم نبلش هلا نشتغل على سكيل اكبر، نطلع المشروم اكثر، نحن اوريدي حاكيين مع مؤسسات، مع مطاعم، مع سوبر ماركتس الكبار، كنا عم نحط عندهم البرودكتس تبعنا، فهذا كله من البلانز تبعنا، بلس اكيد عندنا البلان كنا عم نصدر برات لبنان كمان، وهذا البلان شوي طويله لانه في كثير صعوبات بتكون لحتى نكون عم نقطعها، تحديدا ماليه وغيرها، بس ما في شيء رح يكون صعب لانه احنا ناويين نكمل ومؤمنين كثير بالفكره. نعم، اليوم قبل ما ننهي حلقتنا لبنى، بدي منك هيك توجهي رسالة لكل النساء اللي حابين يكونوا عم بيفوتوا بمشاريع الخضرة، مشاريع هيك اللي بتكون عم بتساعدهم وعم بتساعد البيئة بنفس الوقت، شو بتحبي تقولي لهم؟ بحب أقول إنه عن جد حيلا حدا عنده حيلا فكرة أو عندها حيلا فكرة تآمن فيها وتضل مكملة فيها للآخر، حتى لو كتير صعوبات، يعني أنا الصعوبات اللي قطعتها بلو مشرومز كانت كتيرة، وأكيد أنا ماني لحالي، في معي فريق عمل عم نشتغل كلنا سوا، فعن جد تآمن بحالها وتآمن بفكرة إنه أكيد رح توصل. أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى كل التوفيق للو مشروم، وإن شاء الله كمان يكون عندك مشاريع أخرى بتحافظ على البيئة، وهيك بيكون لها وقع وصدى. شكرا لحضورك معنا اليوم لبنى عجرم. شكرا مشاهدينا، بريك ومنرجع.